قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أن الهيئة عملت على تضمين محضر اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بنودا من شأنها أن تعزز المكانة السياحية لمملكة البحرين، ومنها إطلاع دول المجلس على تجربة البحرين في إعداد برنامج المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2016. الاجتماع التحضيري الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض ناقش أفضل السبل لتنشيط السياحة البينية ووضع استراتيجية للعمل السياحي المشترك بما يدفع عجلة التنمية في القطاع ويزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج. وبحث الاجتماع أعداد الرؤية الشاملة بالعمل السياحي المشترك والأهداف الاستراتيجية مع وضع خطة تنفيذية لتطبيق تلك الرؤى على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرسومة لها. وأكد الشيخ خالد بن حمود أنه سيتم رفع التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الذي يعقد غدا والتي تصب في مسرحة العمل الخليجي المشترك.